مساء الخير جميعا. امبارح كان في بعد البث المباشر شوي كان الصوت ضعيف، فرح نعيد البث مرة تانية، بس هلا في برامج خاصة تانية عشان يكون الصوت أفضل وأنقى. رح نبلش بالبداية، رح نبلش هون معلومات نفسها اللي ذكرناها في الحلقة الماضية في البث المباشر، رح نعيدها بس بصورة تانية. هنبلش أول شيء في هذا الموقع. هذا الموقع موجود في العربي، وموقع سويدي بس مترجم لعدة لغات بيناتهم اللغة العربية، فممكن تتابعوا وتاخدوا معلومات قائمة عنه من البداية حتى النهاية. هو بيبلش معكم من لحظة وصولكم للسويد، وبيتدرج معكم للحظة تاخد شهادة سواقة وتعيش وتاخدوا سكن في السويد. فيه معلومات كتير كويسة وممتعة وسهلة للقارئ، وممكن تقرأوا في اللغات التانية انجليزي او غير انجليزي. فيه معلومات كتير حلوة ومجاني وممكن تستفيدوا منه، وبالاخص الاشخاص الموجودين عن دائرة الهجرة. هلا عندكم وقت تقرأوا هذا الموقع وتفصلوا نقطة نقطة، لأنه أكيد رح تاخدوا خبرة كتير قيمة من وراء هذا الموقع. كمان في هذا الكتاب، كتاب عن السويد موجود كمان في اللغة العربية. كمان هو عبارة عن كتاب كتيب مشان يعطيكم معلومات هون عن المجتمع السويدي وكيف تتأقلموا فيه، وفيه كتير معلومات قيمة مثل ما شايفين هون مع السكن والمساكن والبلديات والأمان والضرائب والحقوق والواجبات وحضانة الطفل. فيعد كتاب شامل، وما في داعي كمان انه لتنزيله عندكم على الجهاز الكمبيوتر، مجرد ما تكبسوا على الرابط فراح يتحمل تلقائيا عندكم وتشوفوه، وممكن تقرأوه وتتابعوه لانه فيه فعلا معلومات حلوة. هلا بنرد نرجع نحن نتحدث عن أزمة السكن اللي حكينا عنها امبارح، نرد من عيدها. مثل ما ذكرت لكم في الفيديو السابق عن موقع كفالستر نقطة اس اي، هو موقع بلاقي لكم السكن في أي منطقة في السويد حابين تسكنوا فيها. بس أنا بنصحكم يعني المطلع على السكن يسجل في أكبر عدد ممكن من الشركات ويختص في الريف، يعني لا تتوجهوا على المدن الكبيرة وبالأخص مالمو ستوكهولم يوتيوبوري، هاي بدها وقت طويل حتى تحسنوا تحصلوا سكن فيها. بس سجلوا في هاي الشركات مشان تجمعوا نقاط مو أكتر. مثل ما شايفين هذا الموقع كمان عم يعطينا عدد الشقق الموجودين موجودة في السويد 9342. بس العدد مو دقيق لأنه في سكن طلابي يقدر 808، سكن طلابي مسموح فيه بس لطلاب الجامعة يسكنوا فيه، والباقي عقارات. من هون ممكن كمان نتعرف انه هذا الموقع بينزل الروابط لشركات السكن والقطاع الخاص عن طريق البلوكيت. كل شيء سكن موجود هون في السويد نازل على المواقع، هذا الموقع بيجمعه بس لمدة 65 يوم، فممكن يكون هذا العدد ما دقيق 100% لأنه المدة طويلة 65 يوم. فمنهم شقق تتأجر وفي منهم شقق بتتم على حالة. هلأ في نقطة تانية كمان حبيت أحكي عنها، وهي المواقع فرجينا اللي حكينا عنها فيما سبق. المواقع اللي حكينا عنها فيما سبق وهي موقع فالستر اللي من سرعة تطبيقها، هني موجودين هون ممكن تشاهدوها من القناة، تضغطوا عليها وتشاهدوها أو تبحثوا عنها عن طريق اليوتيوب، أو ممكن هلأ أحط لكم كمان الروابط تحت في أسفل الفيديو مثل العادة كمان تشوفوها، بساعدكم كمان على التسجيل في شركات السكن وتاخدوا فكرة على التسجيل. وبدي أنوه على نقطة كمان كتير مهمة، إنه أي شخص ممكن يسجل على شركة في شركات السكن بدون الحاجة للأربع أرقام. ما كل الشركات تحتاج أربع أرقام، في شركات تاخد أربع أرقام في شركات لا، مثل شركة أبيكو مثل شركة هلسنبوري
عدة شركات أبيكو موجودة في مدينة كريستنستاد، وبوستد هلسنبوري موجودة في هلسنبوري المدينة. هدول ما بحتاجوا الأربع أرقام، في عدة شركات ما بتحتاج كمان أربع أرقام. هلأ بالنسبة كمان لنقطة تانية وهي القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن تدور على سكن عن طريق القطاع الخاص من خلال البلوكيت. أنا منزل فيديو عن هذا الشيء موجود كمان في القناة، ممكن تبحثوا عنه وتشوفوا. هذا هو رابط الفيديو اللي نزله أنا من فترة، كيف تستطيع استخدام موقع البلوكيت في الحصول على سكن وعمل معا، يعني موقع شامل صاير. وهلأ حابب أنه أنوه أنه أنتوا كمهاجرين جداد حاولوا تكسبوا الوقت وتسجلوا شركات السكن، لأنه كل يوم عم تسجلوا شركات السكن عم يزيد عندكم نقاط. يعني من هون لتاخذوا الإقامة فبكون عندكم عدد جيد من النقاط، ممكن تحصلوا سكن يعني سريع على هذا الموال. فلا تنطروا لحتى تاخذوا الأربع أرقام وبعدين تصيروا تبكتوا ما تلاحقوا. في مثل ما نوهنا، يعني هي من أعظم المشاكل الموجودة هون في السويد هي مشكلة السكن، فحاولوا أنه تسجلوا من بكير وتجمعوا نقاط وبعدين تبحثوا عن شو اسمه، تبحثوا عن السكن. هلا رح أفرجيكم كيف تحسنوا تبحثوا عن السكن. مثال شركة البلوك، شركة الأبيكو، هاي قلتلكم ما في حاجة إلى تسجيل الأربع أرقام مثل ما شايفين هون. فتنا على هذا الحساب، نجي على ليدي بوستادر، نكبس عليها. ومنشوف الشقة الموجودة هون وأسعارها وعدد الغرف. هون عدد الغرف، هون المساحة، السعر وين تكون فاضية، هون السعر تبع، السعر تبع ما ظاهر هون، ممكن نكبس عليها. ها ظاهر هون السعر. فلنفرض مثلا حنحدد هاي الشركة أو هذا البيت، نكبس عليه، نروح على أنملا انترسي. هيك بيكون سوينا مثل الطلب على هذا البيت انه احنا ممكن ناخده او نشوفه. مثل ما شايفين هون في ارقام، يعني هون انا ترتيبي 55، هون 69 الترتيب، هون 77. فهي الترتيب حسب كل واحد هو نقاطه، اذا كان عندك نقاط كتير فممكن يكون ترتيبك اولي. هاي لسه ما نزل الترتيب فيها. وشركات السكن تتبع هذا النظام، اللي عنده نقاط أكتر هو اللي بياخد البيت. لذلك عم أنصحكم تسجيل في شركات السكن. شوف في مواضيع تانية، يعني هي أكبر معضلة كانت موجودة بالنسبة للمهاجرين وهي السكن. ومثل ما ذكرنا هو عن طريق شركات السكن. هلأ رح أفرجيكم عن طريق القطاع الخاص وهو البلوكيت. مثل ما شايفين هون عن طريق البلوكيت نيجي وفي على بوستادر. بوستاد معناتها انه بناء او سكن. في هون ميزات كتيرة، احد الميزات اللي حالته مليحة وممكن يشتري بيت، فممكن يجي لهون سليا بريفات، يعني انه تشتري بيت وتشتري عقار شيء خاص بالقطاع الخاص. واللي ما معه حالته عادية ممكن يستأجر وتهيرس. نكبس هون. مثل ما شايفين هون، هلا هون من بحدد لنا قديش مساحة البيت ممكن نحددها، بس بفضل انه ما تحددوا شيء، تبحثوا بشكل بصورة عامة على البيوت. هون عدد الغرف، بس هون بالنسبة للعائلات بفضل انه حسب عدد الافراد ياخدوا يبحثوا على بيوت، لانه السوسيال ما بوافق او مكتب العمل ما بوافق والفرشة كنكاسة مركز التأمين الاجتماعي انه تاخدوا بيوت، بيت صغير لا هو يعيش فيه عدد كبير من الأفراد. هون عدد الأفراد. هون بالنسبة للحمامات، وهون بالنسبة للأجار.
بحق لكم اللي معه إقامة، بحق له ياخد بيت لحدود 5700 للفرد الواحد، فممكن يحط الماكس 5000 6000، يعني يدفع 300 من جيبه ما مشكلة، مهم يلاقي. ممكن هون كمان إذا بدك مثلا بلكون وما بلكون، فهي خليها مفتوحة ما في مشكلة. هون بتحط المنطقة اللي بدك تسكن فيها، حط كل السويد ما عليه كفترة أولى إذا معكم نقاط، وسوي بحث. فرح يطلع عندكم هون أشياء موجودة للآجار ممكن تدخلوا عليها وتراسلوا صاحب الشقة. هون في معلومات عنها ممكن ترجموها على جوجل خاص ولصق، وتتحاوروا مع المستأجر من هون. هذا الرقم التليفون ممكن تاخدوه من هون تتصلوا فيه وتتحاوروا معه، أو عن طريق الإيميل تكتب اسمك، الرقم التليفون تبعك، الإيميل تبعك، وتكتب رسالة قصيرة. ممكن تكتبوها في الإنجليزي لأن أغلبية الشعب تتكلم إنجليزية. هاي بالنسبة للقطاع الخاص عن طريق البلوكيت، وبالنسبة للقطاع العام وهو الشركات، وهي كمان يعني أغلبية الشركات خاصة، بس يعني بالنسبة يعني إلى كمان فيكم تسجلوا فيها. هاي تقريبا كل المعلومات اللي حبيت أذكرها اليوم. وفي نقطة تانية بالنسبة للبث المباشر، مثل ما شايفين يعني امبارح جربنا فيه بس كان عندنا مشكلة في الصوت، الصوت ما كان يعني 100% واضح للكل. ففي حال انه قدرنا نظبط الصوت ورجعنا قدمنا على البث المباشر، فممكن انتو تتحاوروا معنا عن طريق البث المباشر من خلال الشات الموجود. هلا فرجيكم وين موجود الشات، ممكن تكتبوه تكتبوا لي وانا برد عليكم في نفس الوقت واجاوبكم على استفساراتكم. هذا تقريبا كل شيء لحلقة اليوم بالنسبة للسكن وبالنسبة لمشاكله وكيف نحسن انه نحد من هاي المشاكل في التسجيل المسبق لشركات السكن. فهون مثل ما شايفين لا انتقلنا على البث المباشر، هون الشات موجود. ما شايفين هذا هو الشات، ممكن تكتبوا هون تسجلوا معلوماتكم. مثل المرة الماضية شفتوا هون في عالم تحاورنا معهم وجاوبنا هون وخدنا آراء هون وهيك، انتو كمان فيكم تسجلوا هون اي شيء، اي سؤال، اي استفسار، هلا وبعدين، ونحن بنحاول نساعدكم. هلا في اخر نقطة بالنسبة للأشخاص غير قادرين على تسجيل شركات السكن، المانع اللغة أو أي شيء تاني، فممكن كمان نحن كمان نتولى على عملية. ممكن تدخلوا على موقعنا دليل المغترب في السويد الموجود هون على الرابط هذا، راح أفتح لكم الرابط ولكم كيف. كمان أنا منزل فيديو على هذا الأساس، كمان نحن ممكن انه نسجلكم في شركات السكن بأسعار رمزية. بتمنى الكل يكون مسجل في هدول الخدمات كلهم عشان يحسن يستفيد من معلوماتنا في أقصى درجة. من هون ممكن كمان تفوتوا على خدمات مدفوعة، تذكروا موعد معي وأنا بسجلكم شخصيا بشركة السكن. هون في ميزات، هون في معاملات عم شمل حجوزات بطاقات طيران وقطارات تسجيل بشركة السكن، فيكم تسجلوا موعد معي تحطوا أبوك. تاخذوا موعد
وأنا إن شاء الله يعني تاخد مثلا هون بالساعة 8 للساعة 9 وتروح على نيكست، تكتبوا اسمكم، رقم تليفون، معلومات عنكم وتدلوا وهكذا. هاي هي كل شيء حلقة اليوم، وتقريبا كل شيء سويناه في امبارح على البث المباشر. لسه فكرة البث المباشر ما يعني ما أخذنا فيها قرار، هذا بيعتمد على مشاركتكم وآرائكم. وشكرا لكم، وإن شاء الله بالتوفيق وإلى اللقاء.